بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو زياد. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا بخصوص التلاجات، تمام؟ إزاي إحنا نظبط المؤشر بتاع التلاجة علشان خاطر نظبط درجة الحرارة بتاعة التلاجة مظبوطة، خصوصا في الصيف أو في الشتاء، وإيه هي الإيه التعليمات اللي إحنا نقدر إيه نقولها لكم بحيث إن أنت إيه تحافظ على تلاجتك وتعيش معاك أطول فترة ممكنة، وتحافظ على الموتور وتحافظ على الأجزاء الخاصة بالتلاجة. مبدئيا يا جماعة ده الفريزر، تمام؟ الفريزر ده يا جماعة مكتوب فيه مؤشر من 1 2 3 4، تمام؟ المؤشر ده يا جماعة علشان نظبط درجة التبريد بتاعه المظبوط، المفروض أصل في الصيف بتفرق عن الشتاء، يعني مثلا في عندك 1 و2 و3 و4 درجات، كل درجة بتلاقي المؤشر بتاعك هتلاقي فيه سهم، السهم ده قليل متوسط عالي لحد أعلى، تمام؟ طيب احنا يا جماعه عايزين نظبط درجه الحراره في الصيف، في الصيف ممكن نخليها على كام وفي الشتاء بنخليها على كام، تمام؟ مبدئيا يا جماعه احنا ما بنحاولش ان احنا نخلي ده على رقم 5، تمام؟ يعني بالذات في الصيف ما بنحاولش ان احنا نخلي ده على رقم 5. رقم 1 دوت يعني ايه الفايده فيه؟ ده بيقلل وقت تشغيل الثلاجه، بمعنى ان انت لو شغلت الثلاجه الثلاجه تفصل معاك بسرعه، يعني لان ده كده نظام ترموستات، الترموستات اللي جوه ده اللي هو فريزر تمب كنترول، تمام؟ ده اللي هو الترموستات، الترموستات الداخلي ده بيركب جنب منه مروحه، المروحه دي اللي فيها الفتحات، الفتحات ديت اللي بتطلع التبريد عندنا اهي، تمام؟ الفتحات الهوائيات اللي هي طالعه منه دي، تمام؟ طيب احنا نعرف ازاي؟ زي ما بقول لحضراتكم كده، رقم 1 ده بيبقى فصل وتشغيل الثلاجه بسرعه، يعني انت لو شغلته عليه بيقلل وقت التشغيل، وليكن مثلا الثلاجه بتقعد مثلا ساعه، ده بيخليها مثلا تشتغل تلت ساعه، نص ساعه وتفصل، يفصل ترموستات، فكل ما بتزود درجه، كل ما بتزود درجه معاك بتزود وقت تشغيل الايه؟ الثلاجه، تمام؟ طيب نظبطها ازاي بقى في الشتاء او في الصيف؟ احنا حضراتكم في الشتاء، تمام؟ احنا ممكن نزود ده عادي، مفيش مشكله لو على 4 او 5، مفيش اي مشاكل، ده لان لو زودت درجة الحرارة بتاعته اللي هو الترموستات ده بيطول في التشغيل بتاعك، فكده كده مش هتأثر في أي عوامل خارجية. طيب في الصيف، في الصيف أنت بتحاول تقلل درجة الحرارة، بتخلي ده على 2 أو 3، في الصيف ده بتخليه على 2 أو ماكسيمم أعلى حاجة 3، تمام؟ ليه؟ علشان درجة الحرارة بتبقى عالية والرطوبة بتاعت المكان أو الجو نفسه بتاع المكان، تمام؟ فأنت بتحافظ على التلاجة، علشان لو أنت زودت ده على 5 أو 4 في الصيف بيأثر على عمر الموتور، لأن الموتور كده بيشتغل كتير دايركت مباشر مع درجة الحرارة، مع العوامل الخارجية، مع فتح التلاجة ومع تشغيل التلاجة، الموتور بيدانه شغال دايركت دايركت دايركت، فممكن حتى يعمل لك مشاكل تانية بعيدا عن الموتور، تمام؟ فأنت عشان تحافظ على الموتور بتاعك الضغط بتاعك إن أنت بتخلي المؤشر دوت زي ما هو كده، في الصيف بتخليه على 1 أو 2 ماكسيموم آخر حاجة 3، في الشتاء أنت ممكن تزود عادي مفيش أي مشاكل. دي بالنسبة للإيه؟ للفريزر اللي فوق. طب بالنسبة للإيه؟ لتحت، بالجزء اللي تحت، خليكم ان شاء الله معانا عشان نقول لكم الجزء اللي تحت. طيب ده يا جماعه اللي هو الايه؟ الدمبر او الجزء اللي تحت، تمام؟ اللي هو الخاص بالتبريد اللي بينزل من فوق من الثلاجه بينزل تحت. طيب احنا عشان نظبطه بنظبطه ازاي؟ احنا حضراتكم زي ما قلنا احنا عندنا دي زي نظام هوايه بتفتح وبتنزل التبريد، يعني فوق البخار اللي بينزل من عن طريق المروحه، تمام؟ بيبقى فيه زي نظام هوايه كده، الهوايه ديت بيركب فيها ايه؟ حاجه اسمها الدمبر، الدمبر ده بيقفل زي نظام بوابه، بيقفل ويفتح. طب لو انت عايز تبريد اقل، تمام، تحت بتسيبه على 1 او 2، كل ما بتزود حتى بتلاقي الواحد بتلاقيها علامه قليله، الاثنين بتزيد، الثلاثه بتزيد، الاربعه بتزيد، لحد ايه؟ لحد 7. طيب انت ما تحاولش ان انت تجيبه على رقم 7، ليه؟ ان رقم 7 ده احيانا في ناس بتشتكي من الثلاجات، بالذات خصوصا الثلاجات توشيبا، يقول لك بتجمد الحاجه، يعني بص تلاقي الرف اللي فوق ده بتلاقي الايه الحاجه مجمده فيه، بتلاقي الطماطم او مثلا الخيار او اي حاجه، حاجه محطوطه في تحت في الثلاجه عشان تحفظها، تبص تلاقيها مجمده، فبتقلل الترموستات دوت بتخليها على 5 او 4، وتجرب مثلا نص يوم او يوم كده مثلا، بتشوف لو التبريد قل معاك ماشي، ما قلش بتحاول ان انت تجيبه على ايه؟ على 2 او 3 او 1، تمام؟ عامة الوضع اللي انت المفروض اساسا بتشغله عليه دوت في الصيف او شتاء بيبقى وضع 3 او 2، اقصى حاجة 4، تمام؟ اللي انت ما بتحاولش تزود، لان طول ما انت بتزود لو في عندك التبريد، الثلاجات التوشيبا بالذات التبريد بتاعها شديد قوي، فالتبريد لما بينزل من فوق بيجمد معاك زي ما انا قلت لحضراتكم، بيجمد الحاجة،
تمام. يبقى احنا عشان نظبط الايه، نحافظ على الثلاجه بتاعتنا ونحافظ على العمر بتاعها، تمام، ان انت بتحاول ان انت ما تزودش عندك الايه درجه الحراره بتاعت الترموستات اللي فوق، ودرجه حراره الدمبر ده ما تحاولش ان انت تزودها علشان تحافظ على الاكل بتاعك مظبوط، وتحافظ على الايه على الثلاجه بتاعتك. ولو في ان انت بتشتكي من الريحه، في ثلاجات فيها بلازما، يعني في دي الثلاجه ديت بيبقى فيها بلازما، دي عشان خاطر بتمتص الريحه والشوائب والحاجات اللي زي كده. طب لو انت ما عندكش مثلا ايه الثلاجه فيها خاصيه بتدعم البلازما، حضرتك ممكن تجيب عادي حته فحم صغيره وتحطها في ايه في الباب بتاع الثلاجه علشان تشيل لك الايه الريحه بتاعت الثلاجه، تمام. ده كان موضوعنا النهارده بخصوص تظبيط الايه، تظبيط التايمر في الصيف وفي الشتاء. ان شاء الله الفيديوهات القادمه ان شاء الله تابعونا. لو في اي حد عنده اي تعليق او اي استفسار او اي معلومه عايز يعرفها، يسيبها لي في اسفل التعليقات، وان شاء الله هنزل لك الحاجه اللي انت محتاجها. وان شاء الله عشان تحافظ على ثلاجتك وعشان تحافظ على اي جهازك في البيت، تابعني ان شاء الله، بنزل لك الارشادات والصيانه، تمام. وزي ما انا بديك المعلومه بما يرضي الله، مستني من حضراتكم ان شاء الله التفاعل مع القناة عشان خاطر ان شاء الله مزيد من الفيديوهات، ونلتقي في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.